المشاهد الكريم، يسرني أن ألتقيك في المحاضرة الثالثة من سلسلة محاضرات إدارة الوقت. في الثقافة الإسلامية كما سبق أن ذكرنا في المحاضرة السابقة، الإسلام ينظر إلى إدارة الوقت من حيث الآيات القرآنية التي وردت في القرآن الكريم، وكذلك السنة النبوية المطهرة. والقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يمثلان المصدران الأساسيين في التشريع الإسلامي، وقد وردت في القرآن كثير من الآيات التي تحث على المسلمين على حسن استثمار الوقت واستفادة منه في أغراض الدين والدنيا، وكذلك عدم إضاعة الوقت وإهداره فيما لا ينفع الناس. ففي القرآن الكريم نجد كثير من الآيات، كما ضربنا مثلا بالآيات السابقة، فهناك آيات أيضا وردت تحث الناس على الاستفادة من الوقت، مثل قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. ويقول جل الله سبحانه وتعالى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ويقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ففي هذه الآيات جميعها تبصر المسلمين بأهمية الوقت، وتحثهم على حسن استثمار الوقت، وحتى نواميس الكون جميعها تهتم بعنصر الوقت، الشمس والقمر والنجوم، وأيضا تراعي عامل الوقت في حياة الناس، وكذلك التفكر والتأمل في أهمية الوقت وما يستوجب من حسن استثماره واستغلاله فيما يفيد الناس في الدنيا والآخرة. وكذلك السنة النبوية المطهرة تخاطب المسلمين وتحثهم على حسن استثمار الوقت، فنجد المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فهذه الخمس: الشباب، الإنسان لابد أن يستثمر شبابه ويستغله في طاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك الصحة، يجب أن تسخر الإنسان صحته في طاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك القناة، يجب أن ينفق ماله في إرضاء الله سبحانه وتعالى، وكذلك استغلال وقت الفراغ في طاعة الله. فهذه جميعها نجد هذا الحديث قد جمع شأن الدنيا والآخرة، وذلك استثمار للوقت. وكذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال قدم عبد يوم القيامة إلا أن يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وماله فيما من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمله ماذا عمل به. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجد أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يحثان المسلمين على استثمار الوقت واستخدامه فيما ينفع المسلم في دينه ودنياه. وكذلك نجد أقوال السلف الصالح أيضا تحث الناس على استثمار الوقت والاستفادة منه. فهذا الحسن البصري كما سبق أن أوردنا له أقوال من بعض، هذا قول يقول: يا ابن آدم، إنك أيام مجموعة، فإن ذهب يومك ذهب بعضك. وهنا يمثل الإنسان في أيام وأوقات محددة وساعات محددة، فإذا ذهبت هذه الأيام وتلك الساعات ذهب بعض الإنسان. وكذلك يقول رضي الله عنه: ما من يوم سينشق فجره إلا ينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود بي، فإني إذا مضيت فلا أعود إلى يوم القيامة. فالإسلام، نجد الإسلام يحث الناس على استثمار الوقت وعدم إضاعته، ويجب الاستفادة من الوقت استفادة تامة في لخيري الدنيا والآخرة. نتحدث الآن عزيزي المشاهد الكريم عن أثر الثقافة الأمريكية في إدارة الوقت. يقول مستر دان ألان فوستر في كتابه المساواة عبر الحدود، يقول عن الدور الذي يلعبه الوقت في الثقافة الإسلامية، يقول: إن النتائج المترتبة على الطريقة التي يتعامل بها أي مجتمع بعنصر الوقت تكون ملموسة في نواحي كثيرة من حياة هذا المجتمع. تعامل الشخص أو تعامل الناس مع الوقت هو يدل
على الحياة الموجودة، نوع الحياة الموجودة في ذلك المجتمع. وهنالك مثل أمريكي يقول الوقت هو النقود، time is money، وهذا ما يوضح مدلول الوقت في الحياة الأمريكية. فنجد أن الوقت في حياة الناس هو عبارة عن النقود، وأن الحياة حياة سريعة، وأن الزمن يمثل بالنسبة لهم النقود. لذلك نجد في المجتمع الأمريكي أن العلاقات الشخصية في المجتمع الأمريكي علاقات فاترة وعلاقات غائبة تماما نسبة لانشغال الناس بالعمل واستغلال الوقت كله للعمل. فالوقت يعني لديهم هو النقود، لذلك ينشغل الإنسان بالأعمال وما يتحقق منها من نجاح وما يمتلكه الإنسان في ذلك المجتمع. والحياة حياة مادية تقوم على الماديات، عكس الوضع في المجتمعات الزراعية حيث يتوفر فيها الوقت وتقوم فيها النشاطات العلاقات الشخصية والاجتماعية ويكون لها أثر واضح في حياة الناس. عكس المجتمع الأمريكي الذي تنعدم فيه العلاقات الشخصية والاجتماعية، فالوقت كله للعمل والوقت كله مسخر لخدمة الأغراض المادية وكسب النقود وما إلى ذلك. نتحدث الآن عن أثر ثقافة الريف والمدينة في الوقت. في المجتمعات الريفية كما يختلف الوقت من ثقافة إلى ثقافة، كذلك يختلف الوقت من مكان إلى مكان. ففي المجتمع الريفي نجد أن الوقت فيه متسع، والوقت يسير ببطء ويمتد الوقت، حتى شبه أحد الناس كأنه شريط مطاطي. فلذلك الوقت في المدينة يوصف بأنه كشريط من الصلب. والاختلاف بين وقت المدينة ووقت الريف نجده في أن في مفهوم الوقت نفسه. في الريف نجد الوقت كما ذكرنا أنه يتمطى ويتمدد وهو مرن جدا. أما في المدينة فنجد الوقت غير مرن، كأنه شريط من الصلب كما شبه أحد العلماء، فهو غير مرن بل هو محدود وضيق. كذلك في من حيث السرعة نجد الوقت في الريف يسير ببطء شديد، أما في المدينة فيقع الحياة متسارع ويسير الوقت بسرعة متناهية، وكأن الساعات فيه تجري، والوقت في الريف كأن الساعات فيه تمشي. أعزائي المشاهد الكريم، نتناول الآن النقطة الثانية من نقاط هذه المحاضرة، وهي أثر المجتمعات القديمة والحديثة في إدارة الوقت. فالمجتمعات القديمة نجد أن إيقاع الحياة فيها بطيء، إيقاع بطيء، وأما المجتمعات الحديثة فنجد الحياة فيها سريعة. في المجتمعات القديمة التقليدية يمكنها يحكمها نظام قالب ما يكون هو الطبيعة التي تتحكم في حياة الناس وفي مجتمعاتهم. ولذلك نجد أن الحياة مرتبطة بفصول السنة وموسم الأمطار، موسم الخريف وموسم الحصاد وموسم الفيضان. أما المجتمعات الحديثة فالعالم تطور وتقدم تقدم كبير في التكنولوجيا، وامتلك نواصي التكنولوجيا، واستطاع أن يسيطر سيطرة كبيرة على كثير من العوامل. لذلك هذا التطور العلمي والتقني لا تستطيع المجتمعات القديمة ذات التقاليد القديمة، في النظرة للوقت مختلفة من حيث تباين الرؤى وطريقة التعاطي مع الوقت. المجتمعات الحديثة بفضل التقدم التكنولوجي تستطيع أن تتعامل مع الوقت وتستثمره لمصلحة بصورة أفضل من المجتمعات القديمة التي لا تملك هذه التقنيات وتخضع للوقت خضوعا تاما. أعزائي المشاهد الكريم، نتناول الآن أنماط إدارة الوقت في المجتمع، ونقسم المجتمع من حيث إدارة الوقت إلى قسمين. النمط الأول هو نمط المجتمع يسير الوقت فيه أحادي الاستمرارية، والنوع الثاني هو مجتمع يسير فيه الوقت متعدد الاستمرارية. فالمجتمع الذي يسير فيه الوقت أحادي الاستمرارية هو المجتمع الذي الوقت فيه يسير في خط مستقيم، تتم من خلاله الأعمال بصورة منفصلة عن بعضها البعض وبطريقة متسلسلة، أي العمل تلو الآخر، مما يجعل تنظيم العمل وتقسيمه أمرا سهلا ميسورا. أما المجتمع الذي يسير فيه الوقت متعدد الاستمرارية، الوقت يسير في حلقة دائرية لا نهائية، أي لا بداية لها ولا نهاية، فلا يخضع لتحكم الناس فيه، ولا يضع بداية أو نهاية لأي عمل، بل يسير الوقت في خط دائري
وتتم الأعمال فيه بصورة متزامنة ومتداخلة مع بعضها البعض. فالمجتمعات المتقدمة دائما تسير على مبدأ أحادي الاستمرارية، وهذه المجتمعات تميل إلى هذا المبدأ لأن الوقت يميل إلى التخطيط وتكريس الوقت لمصلحة العمل الواحد المحدد ليتم إتقانه وتجويده أيا كان نوع هذا العمل. أما المجتمعات التقليدية فهي تسير في على مبدأ متعدد الاستمرارية، فهذه المجتمعات هي مجتمعات حديثة عهد بتنظيم أنماط الحياة، لذلك تميل إلى ثقافة الوقت المتعدد الاستمرارية، وهذا المبدأ يمارس فيه أكثر من عمل أو نشاط في وقت واحد. المجتمعات التي تميل إلى ممارسة أكثر من عمل أو نشاط في وقت واحد هي المجتمعات المتقدمة، لذلك نجدها تخطط ولا تخلط بين العمل الرسمي والعمل الاجتماعي وفي الاجتماعات وفي اللقاءات الرسمية. أما المجتمعات التقليدية فهي تخلط بين العمل الرسمي والعمل الاجتماعي، لذلك نجد اللقاءات الرسمية، وإذا كان هناك موضوع في اجتماع من الاجتماعات نجد أن الحديث يذهب إلى مواضيع اجتماعية أخرى وسياسية بل شخصية، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف النتائج. والمثل الشعبي يقول صاحب بالين كذاب. لو جينا إلى السودان، نأخذ السودان كمثل، هو السودان المبدأ الموجود فيه هو مبدأ متعدد الاستمرارية في إدارة الوقت، فالسودان لا يختلف عن البلدان الدول التقليدية التي تنتهج منهج الوقت المتعدد، حيث يختلط العمل بين العمل الرسمي والعمل الاجتماعي، وكذلك في أثناء اللقاءات والاجتماعات يدور نقاش حول مواضيع اجتماعية وسياسية بل وشخصية، وده انعكس على الأداء العمل عموما، لذلك فشلت كثير من الخطط والبرامج التي وضعت على المستويين القومي والقطاعي. كذلك نجد على مستوى المنشآت أنه اضطرت الدولة إلى أكثر من مرة إلى تعديل الخطط والجداول الزمنية لتنفيذ الخطط أكثر من مرة، وقد أعلن عن فشل بعض هذه الخطط كليا، ولم يكن السبب في هذا الفشل هو الإمكانيات الاقتصادية أو المادية، إنما السبب هو ضعف الكفاءات الإدارية في واستهانتها بالوقت المحدد في البرامج والجداول الزمنية المخصصة لتنفيذ هذه الخطط والبرامج. لذلك نجد كثير من الدول التي تتعاون أو الجهات التي حاولت أن تتعاون مع السودان نجدها أنه أوقفت عملها، وأدى هذا الأمر إلى مظاهر سالبة في أجهزة الخدمة المدنية، وكذلك نجد أجهزة الخدمة المدنية أن الوقت يستهان به استهانة كبيرة، فيقضى الوقت في الونسة والحديث عن الكورة والمواضيع التي لا تليق بالعمل، وهذا ينعكس أيضا على علاقة المواطن بدواوين الدولة، فتصبح هذه القاعدة أو المواطن يستهان بمصالحه ومشاكله وقته، رغم تلك الأجهزة الحكومية قد خصصت لخدمة المواطن وتوفير الخدمات وحل مشاكله. وقد لا نكون أن نبالغ أن نقول أن الوقت الوحيد في السودان الذي تراعى فيه هو مواقيت الزراعة والحصاد، وأن الساعة الرقمية الموجودة في السودان حقيقة هي ساعة فصول وأزمنة الزراعة والعمليات الزراعية وغيرها، وهذا الأمر ينعكس ويظهر بصورة كبيرة في السودانيين. فإحنا في داخل السودان دائما لا نهتم بالوقت، ولكن العكس تماما عندما يكون السودانيين يعملون في دول أوروبا وأمريكا ودول الخليج، فنجد أن هذا الأسلوب يتغير تماما، ونجد أن هناك انضباط في العمل واختلاف كثير جدا في الأداء بين الأداء داخل السودان عن الأداء في خارج السودان، فقد أثبت السودانيون في المهجر انضباطا في العمل وكفاءة إدارية في إدارة الوقت، وهذا الأسلوب وهذا الاختلاف لا نجد له أي تفسير حتى عند الذين يتبعون هذه المناصب نفسهم، لا نجد له أي تفسير، لكن الدراسات العلمية التي أجريت أثبتت صحة هذه المقولة وإن اختلفت في تفسير أسبابها. أعزائي المشاهدين، نتحدث الآن عن النقطة التالية، وهي
المؤثرات الفردية في إدارة الوقت. لقد تعرفنا على المؤثرات الثقافية في إدارة الوقت، فلا بد لنا من نتعرف على المؤثرات التي تتعلق بالفرد في إدارة الوقت لأهمية هذه المؤثرات في الفرد، وهو محور إدارة الوقت. الفرد هو المحور الأساسي الذي ترتكز عليه عملية إدارة الوقت، وهذه المؤثرات الفردية في إدارة الوقت تتمثل في الآتي: التباين والاختلاف بين الأفراد. هذا التباين والاختلاف يعود لعاملين أساسيين، هو عامل التنشئة والتربية للفرد وعامل التوجهات الفكرية والعاطفية للفرد. فالتنشئة والتربية للفرد لها أثر كبير جدا في تعامل الفرد مع الوقت، وكذلك الأفكار التي يتبناها الفرد كذلك تؤثر تأثيرا كبيرا في عملية إدارة الوقت. الناحية الثانية هي مدى قدرة الفرد في التقويم الذاتي للوقت. إذا كان الفرد يضع تقويم ذاتي بالنسبة لوقته وينظمه، فذلك يؤثر في من المؤثرات أيضا في إدارة الوقت بالنسبة للفرد. الناحية الثانية الضغوط والنفسية والإحباط الذي يحصل للفرد من عدم حسن استغلاله للوقت أو في تعامل الآخرين مع الفرد وعدم وفائهم بالتزاماتهم، كذلك برضو يؤثر تأثيرا كبيرا على الفرد. كذلك فشل الآخرين في أدائهم وارتباطاتهم مع الفرد وإحساسه بسوء التخطيط والتنظيم، برضو هذا يؤثر تأثيرا كبيرا على الفرد. والملاحظ أن ضغوط الحياة على الفرد كل ما تعقدت الحياة وزادت مسؤوليات الفرد وما تقتضيه لمقابلة التزاماته من جهد عقلي وفكري نتيجة للتطور السريع لمختلف المجالات، يزيد من إحساس بقصر ساعات اليوم، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهد والركض في عالم يتميز بالتنافس في جميع الأصعدة الجماعية والفردية والدولية. فالفرد دائما يتأثر بالبيئة ويؤثر في الوقت. أيها المشاهد، الآن نتناول موضوع هام هو علاقة الفرد بالبيئة وتأثيرها في إدارة الوقت. البيئة كذلك تؤثر من حيث البيئة الطبيعية والمناخ السائد فيها وجغرافيتها وتضاريسها، لها تأثير مهم في الوقت وكيفية التعاطي معه، بل أسلوب استغلاله واستثماره. وذلك بل أن الاختلافات والتباينات في هذه المجالات لعبت دورا أساسيا وحاسما في البيئة وإدارتها للوقت. أعزائي المشاهد الكريم، الآن نتحدث عن علاقة الفرد بالبيئة وتأثيرها في إدارة الوقت. إن علاقة الفرد بالبيئة الطبيعية والمناخ السائد فيها وجغرافيتها وتضاريسها له تأثير مهم في الوقت وكيفية التعاطي معه، بل في أسلوب استغلاله واستثماره. ليس ذلك فحسب، بل إن الاختلافات والتباين في هذه المجالات لعب دورا حاسما في نمو تلك البيئات وفي تحديد دور الإنسان وقدراته في بناء تلك الحضارات وتوظيف عنصر الوقت كمورد مهم وأساسي من موارد التنمية. فالحضارات القديمة التي قامت ونمت على ضفاف الأنهار، حيث الاستقرار والقدرة على تأمين الغذاء واستثمار الوقت وتوظيفه لصالح توفير الحياة الآمنة للمواطنين، فقامت على ضفاف النيل وما بين النهرين تلك الحضارات، مثل حضارة مصر القديمة والحضارة النوبية وحتى حضارة الصين واليمن، وكذلك النهضة الأوروبية والأمريكية، كانت نتيجة للطقس المعتدل والإمكانيات المادية المتمثلة في الثروة الطبيعية والحيوانية. فالإنسان الذي يعيش في المناطق الجبلية ذات الطقس المعتدل والتربة الخصبة الجيدة يتجه للإنتاج والاستثمار ومعرفة الوقت كقيمة وكمورد مهم واستثمره لصالح حياة الإنسان، عكس الإنسان الذي يعيش في الصحراء فيجدها أمامه قاحلة جدباء لا عطاء فيها. فنجد هذا الإنسان يعيش خارج دائرة التاريخ، لذلك نجد كل الحضارات التي قامت على ضفاف الأنهار والمجتمعات الصحراوية نجدها
دائما هي خارجة للتاريخ، بل الإنسان الذي يعيش في الصحراء وكما ذكرنا يجدها خالية وقاحلة. لذلك كل ما يتمناه هو الإقارة أو السطو على حضارة قائمة للاستيلاء عليها والسيطرة عليها، كما حدث في الحضارة الإسلامية وتغول المقول والتتر عليها. نتحدث الآن عزيزي المشاهد الكريم عن أثر التكنولوجيا في إدارة الوقت. التكنولوجيا والثروة الثورة التي حدثت في عالم الاتصالات والمعلومات أحدثت نقلات نوعية في مجال الأعمال وفي التسويق العالمي للبضائع وكذلك في مجال المصارف، وأصبحت المنافسة واستثمار الوقت وأصبح هو الشيء الذي تتنافس عليه الإدارة في تحقيق ميزة تنافسية. فالعالم أصبح بفضل هذه الاتصالات وهذه التكنولوجيا المتطورة أصبح العالم عبارة عن قرية صغيرة يعتمد النجاح فيها على الاستفادة من عنصر الوقت والسرعة في إعداد الخدمات والسلع وتقديمها لطالبيها في وقت قصير، أصبح هو الذي يميز هذا التنافس. كل ذلك ألغى بظلاله الكثيفة وأدى إلى تكريس عنصر الوقت والاهتمام به كأحد مكونات التميز. فأكثر عناصر التجارة العالمية في القرن 21 أصبح هو عنصر الوقت، وهذا انعكس في نظريات الإدارة الحديثة في عملية الإدارة، نظرية الإدارة بالأهداف ونظرية إدارة الجودة ونظرية إعادة الهندسة الإدارية والتخطيط الاستراتيجي وغيرها من النظريات التي اهتمت اهتماما كبيرا بعنصر الوقت كقيمة أساسية وفاعلة في تحقيق الكفاءة الإدارية. نتناول الآن عزيزي المشاهد أن العوامل المؤثرة في إدارة وقت المنظمة، وهي النقطة الثانية في هذه المحاضرة. إذا كان الوقت يمثل عنصرا مهما وركيزة أساسية على المستوى الكلي وفي المجتمع وفي حياة البشر بصفة عامة، فلا شك أنه يمثل عنصرا مركزيا في العملية الإدارية. فتنظيم الوقت وإدارته في أي منظمة بكفاءة وحسن استغلاله استغلال أمثل يحدد قدرة المنظمة على الاستمرار وقدرتها في تحقيق ميزة تنافسية. إذا كانت هذه المنظمة تعمل في مجال تنافسي فهذا استغلالها للوقت يساعدها في كسب رضا عملائها، وإذا كانت المنظمة منظمة حكومية أو قطاع عام فإن جوهر العملية الإدارية في النشاط تتمثل في جوهر عوامل التأثير والتأثير في الوقت والسيطرة عليه واستثماره لصالح تحقيق أهداف المنظمة. عزيزي المشاهد الكريم، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة والتي تحدثنا فيها عن العوامل المؤثرة في إدارة الوقت، وهي عوامل الثقافة بأنواعها المختلفة وعوامل المؤثرة في إدارة الوقت من حيث الثقافة ومن حيث وقت المنظمة، وكذلك تناولنا العوامل المؤثرة من حيث أثر المجتمعات القديمة والحديثة وأثر التكنولوجيا في إدارة الوقت، وتحدثنا أخيرا عن المؤثرات في إدارة الوقت على المنظمة وتنظيم عمل المنظمة كجهاز وكعمل منظم وكيف يؤثر الوقت في إدارة وقت المنظمة. وإلى هنا نكون قد وصلنا بك نهاية هذه المحاضرة، وحتى ألقاك في محاضرة قادمة استودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.